بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة. في بداية الحلقة أسأل الله العلي القدير أن يلطف بإخواننا في الجزائر. اللهم ارحم الموتى وداوي الجرحى، اللهم انتقم ممن ظلمهم. في دراسات كتير بتقول إنه الحرائق وتحديدا في الغابات ما بتشتغلش لوحديها. امال ايه يا عم الحاج؟ قال لك 90% من الحرائق بيلزمها الانسان او العامل البشري، يعني من الاخر الحرائق وبالذات في الغابات بتكون عاوزه حد يبدا الشراره وبعد كده عينك ما تشوف الا الضلمه. اما العامل الطبيعي لبدايه اي حريقه فبيمثل بس 10%. يعني خلينا نقول زي الجزائر من بدايه فصل الصيف لحد دلوقتي سجلوا اكتر من 106 حريقه، ال 106 دول كان 90 منهم بفعل فاعل و10 او 15 بس هم اللي بعوامل طبيعيه. انما بقى لما ترجع للعوامل الطبيعيه هتلاقي اصلا العوامل الطبيعيه اللي بتبدا الحرائق اصلا مش موجوده في الجزائر. ايه هي بقى العوامل الطبيعيه دي؟ قال لك صواعق، عواصف جافه، ثوران بركاني، وطبعا الجزائر لا فيها صواعق ولا فيها براكين ولا فيها يحزنون. يعني كمان ال10 او ال15 حريقه اللي احنا عاملينهم نسبه كده ان هم بعوامل طبيعيه، اصلا العوامل الطبيعيه اللي تقوم الحريق مش موجوده. وعلشان كده بنشوف اندلاع اكتر من حريق في اكتر من مكان، في اكتر من ولايه، في اكتر من غابه، في نفس الوقت تحس انه في ستوب ووتش ودلوقتي بيتكوا على زرار كل الحرائق بتقوم مع بعض. الكلام ده طبعا بيعمل تربنه وتشويش على الحمايه المدنيه اللي المفروض ان هي بدل ما تطلع تطفي حريق ولا اتنين ولا ثلاثه مطلوب منها تطلع تطفي 70 حريق. والمفروض انه امبارح فرنسا قبضت على اكتر من 30 واحد بتتهمهم باشعال الحرائق في الغابات. وفي ناس كتير هنا بتزعل لما بنقول انه اسباب الحرائق في مصر او في الجزائر او في المغرب مفتعله وكاننا مثلا بنقول سحر او شعوذه. المهم حسبي الله ونعم الوكيل، في اي حد كان سبب في اي حريقه من الحرائق دي او في جرح اي انسان او في ازهاق روحه. عدد الضحايا لحد النهارده الصبح رسميا تقريبا 30 شهيد، 6 نساء، 13 راجل و11 طفل. نسال الله العلي القدير ان يتغمدهم في واسع رحمته وان يلهم ذويهم الصبر والسلوان. وبلغ عدد المصابين تقريبا 160 مصاب، 11 منهم انتقلوا الى عنابه و20 منهم ما زالوا تحت المراقبه الصحيه. طبعا الحروب كترت اشكالها، حروب اعلاميه، حروب الكترونيه، حروب سبرانيه، حروب اقتصاديه وحروب مصالح، لكن ان الحروب توصل ان احنا ندمر الطبيعه ونحرق الشجر والحجر والبشر فاحنا كده وصلنا لنهايه العالم. الجزائر وكالعاده تاخد منها الدروس سواء كان في افراح او في اتراح، في اي موقف الجزائر لازم تعلم العالم. وعلى الفور انطلقت شاحنات الاغاثه من تبسة ومن عده ولايات مجاوره واتجهت فورا الى ولايه الطارف. والجزائر تتجه نحو اعلان حاله الطوارئ في البلاد واعلان الحداد في البلاد لمده 3 ايام على ارواح الشهداء اللي سقطوا في الحرائق. طبعا المصيبه اللي حاصله في ارض الواقع اكبر بكتير من اللي احنا بنشوفه في الصور والفيديوهات المتداوله، وللاسف في عائلات استشهدت بالكامل. اللهم بردا وسلاما، اللهم بردا وسلاما، اللهم بردا وسلاما، اللهم الطف باخواننا في الجزائر، اللهم اسقنا واغثنا ولا تعذبنا بالنار. وكده تبقى انتهت حلقتنا النهارده، واللي اتمنى انه محدش يطلع من الحلقه قبل ما يدعي لاخواننا في الجزائر بالرحمه وبالغوث. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.